النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الأهلي يعلن الحداث 3 أيام بعد حادث مسجد الروضة. نجوم الأهلي والعالم يدينون الحادث الإرهابي. والفريق الأول يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر قرر إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام بعد حادث مسجد الروضة الإرهابي الأثيم. وأوضح شمس أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للنادي الأهلي وقطاع كرة القدم ورئيس قطاع الأعلام وإدارات النادي كافة وأعضائه وجماهيره نعوا ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي الغشيم والذي وقع بمسجد الروضة بمدينة العريش أثناء صلاة الجمعة. ودعا النادي الأهلي المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. بدأ المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في أولى ندواته الرسمية بمقر النادي بالجزيرة دي أحداد على شهداء مسجد الروضة بالعريش أثناء صلاة الجمعة. ونعى رئيس النادي الأهلي ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الإرهابي الغشيم والذي وقع أمس بمسجد الروضة بالعريش. حادث العريش، طيب أنا هستأذنكم انه حصل حادث ارهابي في العريش، ربنا ينجي مصر ويحميها. فهنقف بيه احداد على ضحايا حادث العريش. 50 شهيد. يطلع ناس كارهين لهذا البلد رغم مصريتهم ورغم ان فيهم مصريين، انما كارهين لهذا البلد ومش عارفين قد ايه حجم الخساره اللي بيعملوها لبلدنا بالتصرفات اللي هم بيتصرفوها دي وبالاسلوب اللي هم بيعملوه والتخطيط اللي هم بيخططوا فيه عشان يخلصوا على البلد.
استدان عدد من نجوم الأهلي والمنتخب الوطني عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الحادث الإرهابي والتي استيقظت عليه مدينة العريش صباح أمس الجمعة بعد تفجير عبوة ناسفة بمحيط أحد المساجد في قرية الروضة أثناء أداء صلاة الجمعة. وعلق حارس الأهلي شريف إكرامي قائلا: لا إله إلا الله، رحم الله شهداء مسجد الروضة وأسكنهم فسيح جناته، وخالص العزاء لأهلهم وللشعب المصري، لك الله يا مصر. وقدم عبد الله السعيد التعازي وقال: رحم الله شهداء مسجد الروضة، ونشر صورة مكتوب عليها: من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ونعم محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق شهداء مسجد الروضة وقال: رحم الله شهداء مسجد الروضة وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ الله بلدنا مصر من كل مكروه وسوء. فيما قدم أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي التعازي في شهداء العريش قائلا: رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم الفردوس الأعلى، فقد كانوا يلبون نداء الله من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع واستجاب الله سبحانه وتعالى. اللهم ارحمهم، اللهم احفظ مصر وشعبها. وقدم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني التعازي في شهداء الوطن وقال: خالص العزاء للشعب المصري ولكل أسر شهداء مسجد العريش. أما عن محمد النني لاعب المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي فقال: لم يكن الإرهاب في حاجة إلى استهداف مسجد ومصليه، أثبت أن لا دين له. 235 شهيد برئوا من المسجد للسماء في جمعتهم المباركة، وباتت جمعتنا حزينة، كفانا حزنا، كفانا سفكا للدماء، كفانا إزهاقا لأرواح بريئة، كفانا إرهابا، فليحفظ الله مصر وأبنائها، وليحفظ العالم من إرهاب لا ينتمي لدين أو جنس. وقدم نادي بايرن ميونخ الألماني التعازي للشعب المصري في ضحايا الحادث المؤسف، ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للفريق وهو يقف دقيقة حداد على روح الشهداء، وكتبت عليها: يتقدم الجميع في بايرن ميونخ بخالص العزاء لكل متابعين بجمهورية مصر العربية في ضحايا الأحداث المؤسفة والتي وقعت في سيناء، قلوبنا معكم. كما نعى الاتحاد الغني لكرة القدم الشعب المصري في الحادث الإرهابي، وقال الاتحاد الغني في رسالة تعزية لمصر قائلا: نحن نقف مع إخواننا في مصر بعد الهجوم على مسجد الروضة، لقد دمرتنا خسائر الأرواح ونعزي عائلات وأهل مصر، قلوبنا تبكي لأطفال الذين فقدوا حياتهم والأسر والتي تمزقت إلى الأبد. هذا ووجه نادي أرسنال الإنجليزي تعازيه للشعب المصري، وكتب أرسنال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: خالص العزاء للشعب المصري بعد الأحداث المؤلمة والتي وقعت أمس، جميعنا في أرسنال نشعر بالحزن من أجلكم، ليكن الله في عون جميع المتضررين. أيضا أعرب النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريباري لاعب فريق بايرن ميونخ الألمانية عن حزنه، وكتب ريباري عبر حسابه الشخصي على تويتر: كل التعازي والدعوات مع هؤلاء الذين تأثروا بالمأساة والتي حدثت في مصر، نقف مع مصر، نصلي من أجل مصر. وغرد تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة على تويتر ناشرا صورة لعلم مصر وعلق عليها: صلوا من أجل مصر. اهتمت وسائل الأعلام بندوة المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات والمقرر لها الخميس المقبل، وأشادت الصحف والمواقع بالحشد الذي كان متواجدا في الندوة حيث تفاعل الحضور مع رئيس الأهلي.
ونشر موقع اليوم السابع أبرز الحضور الذين كانوا في الندوة وعلى رأسهم صلاح حسني ومجدي عبد الغني، والذي طلب أن يكون طاهر رئيس للنادي بالتزكية. كما نشر موقع فيتو تقرير موسع عن الندوة، وأن أبرز الحضور فيها كانوا أولاد الفريق عبد المحسن مرتجي وخالد سليم نجل المايسترو صالح سليم. أنا جاي بتكلم لكلمة لله وللتاريخ ولربنا. لا أنا عايز حاجة ولا ببص لحاجة. كل اللي كنت بتمنى إن أعمله لأعضاء النادي الأهلي لما دخلت الانتخابات اللي فاتت أقسم بالله اتعمل وزيادة. وأنا لو من الناس التانية أقسم بالله كنت خليت انتخابات النادي الأهلي السنة دي بالتزكية. أقسم بالله لو بحب النادي الأهلي فعلا الانتخابات تنتهي بالتزكية. اللي أنا أعرفه إن اللي بيحب النادي ده لمصلحة النادي ده يشوف أي واحد يشتغل كويس يقول له متشكرين جدا، ربنا يوفقك، كمل وشد حيلك. إنما أنا داخل أرفض على النجاح ده إحنا نبقى عبط لو اللي جربناه ما خدناهوش تاني. وإلى أخبار الفريق الأول، حيث أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتحقيق الفريق فوزا مهما في مسابقة الدوري بقربه من قمة الترتيب. وأضاف البدري أن الداخلية من الفرق والتي درسها جيدا، خاصة مع تحسن أداء الفريق عن الموسم الماضي سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي. ووجه البدري الشكر إلى اللاعبين على الأداء الجيد والذي قدموه وتحقيقهم 3 نقاط جديدة تضاف إلى رصيد الأهلي في الدوري، خاصة وأن الفريق أصبح يخوض مباراة كل 3 أيام. وأشار البدري إلى أن ثنائي علي معلول ورامي ربيعة لا يزالان في حاجة إلى بعض الوقت قبل الانتظام في التدريبات الجماعية. أدى لاعبي الفريق الأساسيين والذين خاضوا مباراة أمس أمام الداخلية تدريباتهم الاستشفائية على هامش ميران الفريق اليوم السبت استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي. ويستعد الأهلي لمواجهة نادي المصري البورسعيدي في إطار بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية. يذكر أن النادي الأهلي فاز أمس على نظيره الداخلية بهدفين مقابل لا شيء في إطار بطولة الدوري الممتاز. أدى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي في الجم الخاص باللاعبين صباح اليوم. ويواصل ربيعة تأهيل التخلص من إصابة الشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها مؤخرا مع المنتخب الوطني. وأدى اللاعب تدريبات علاجية واستشفائية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالفريق. واصل التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته التاهيليه منفردا اليوم السبت على هامش ميران الفريق استعدادا لمواجهه المصري البورسعيدي. يذكر ان معلول يعاني من الاصابه بشد في العضله الخلفيه، غاب على اثرها عن مباراه فريقه امس امام الداخليه والتي انتهت بفوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. أدى حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات استشفائية منفردة على هامش ميران الفريق اليوم السبت استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.
ويعاني عاشور من الإصابة بثقل في العضلة الضامة أدت لعدم استكماله لمباراة أمس أمام نادي الداخلية. شارك أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميران الجماعي للفريق صباح اليوم السبت على ملعب مختار تتشبى الجزيرة بعد تعافيه من الإصابة. وانضم اللاعب لتدريبات الفريق بعد أن غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية، وخضع لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل. انتظم محمد نجيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم السبت استعدادا لمواجهة المصري البورسعيد. وعانى نجيب من الإصابة بألم في الحوض غاب على إثرها عن مباريات الفريق الفترة الماضية. شارك حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميران الجماعي للفريق صباح اليوم السبت على ملعب مختار تتش بالجزيرة بعد أن تخلص من الإصابة والتي لحقت به في وقت سابق. وتعافى اللاعب من الإصابة والتي تسبب في غيابه عن قائمة الفريق في مباراة الداخلية الأخيرة لمسابقة الدوري، وأصبح اللاعب جاهزا للدخول في حسابات الجهاز الفني للفريق خلال مباراة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل حازم البرعي مراسل قناة النادي الأهلي. حازم أهلا بك. أهلا بك فيروز وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. حازم احكي لنا عن كواليس تمرينة النهاردة. النهاردة بالفعل وبدون توقف أو راحة واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عقب فوزه بالأمس على فريق الداخلية بهدفين نظيفين. وبدأ الاستعداد لمباراته الهامة والمرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء ببرج العرب إن شاء الله. كلنا عارفين الجهاز الفني بيقول لي أهمية خاصة للمباراة ديت لأن بيعتبرها من المباريات الهامة في مسيرته للحفاظ على لقبه إن شاء الله. بدأ المران النهاردة في تمام الساعة 11 صباحا وأدى اللاعبون الأساسيين اللي شاركوا في مباراة الأمس أمام الداخلية تدريبات استشفائية واكتفوا بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات الخفيفة لفك العضلات. الجانب الآخر خد باقي الفريق تدريب كامل ووضح التركيز فيه في التدريب دوت على الجانب البدني لرفع معدل اللياقه البدنيه عند اللاعبين. طبعا احنا عارفين في ضغط مباراه الاهلي بيواجهه الايام دي، بيلعب مباراه كل اربع ايام، فبالتالي مطلوب من اللاعبين ان اللياقه البدنيه بتاعتها تكون عاليه. نعم. طيب حازم ايه هو برنامج الفريق الفتره اللي جايه استعدادا لمباراه المصري؟ بكره ان شاء الله باذن الله التدريب الساعه 3 عصرا. يوم الاثنين الفريق هيتوجه لبرج العرب صباحا والتدريب مساء في برج العرب. في من اخبارنا برضو من اخبار المصابين ادى الثنائي علي معلول ورامي ربيعه المصابين بشد في العضله الخلفيه تدريبات تاهيليه داخل الجيم ان شاء الله باذن الله يكونوا قريب جدا في التدريبات الجماعيه. واطمنا النهارده في التدريب على احمد حمدي ومحمد نجيب وحسين السيد شاركوا وتاكد جاهزيتهم التامه للمشاركه مع الفريق في التدريبات والمباريات المقبله. برضو عاد صالح جمعه للمشاركه، امبارح كان في تدريب للاعبين الغائبين عن المشاركه في مباراه الداخليه. صالح جمعه ادى امبارح تدريبات في الجيم نظرا لالام في رقبته، بس الحمد لله شارك النهارده في التدريب الجماعي كامل. ودي كل اخبارنا في تدريب النادي الاهلي النهارده. حازم برعي مراسل قناه النادي الاهلي شكرا جزيلا ليك، كنت معي عبر الهاتف. فاصل قصير نعود الى متابعه اخبار اتحاد الكره ومنتخبنا الوطني.
وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة، حيث اتفق هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على عودة سوبر المصري السعودي في الموسم المقبل 2018-2019 بعد الزيارة الأخيرة لمنتخب مصر الأول إلى السعودية لأداء مناسك العمرة تكريما للفراعنة بعد التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا بعد غياب دام 28 عام. ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الجانبين على الموعد المحدد للسوبر المصري السعودي والذي حقق نجاحا في السنوات الماضية، وتم الاتفاق مسبقا على إقامته في شهر يوليو أو أغسطس المقبلين قبل انطلاق بطولة الدوري العام الجديد. باتت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والمقدر انعقادها غدا الأحد مهددة بالإلغاء بعد إرسال خطابا رسميا للأندية أول أمس الخميس يشترط فيه وجود ختم مديرية الشباب والرياضة على التفويضات الخاصة بالحضور للجمعية والتصويت في الانتخابات التكميلية. واشتعلت الأزمة بعدما تسلم اتحاد الكرة عدد من التفويضات الخاصة بأندية رحلت مجالس إدارتها أو تغيرت بسبب الانتخابات، ما يستلزم وجوب إرسال تفويضات جديدة بعد تغيير هذه المجالس. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. دكتور كرم أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. دكتور كرم، إيه تعليق حضرتك على خبر ما يمكن أن يحدث بخصوص الانتخابات التكميلية وإلغائها من الأساس؟ هو إيه الخبر الأول؟ وحضرتك ما تقولي. طيب أقول لحضرتك الخبر من جديد، باتت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والمقرر انعقادها غدا مهددة بالإلغاء بعد إرسال خطاب رسمي للأندية أول أمس الخميس يشترط فيه وجود ختم مديرية الشباب والرياضة على التفويضات الخاصة بالحضور للجمعية والتصويت في الانتخابات التكميلية. هو طبعا الإجراءات الانتخابات دي طبعا مش شغلنا احنا كمجلس، دي شغلة اللجنة الانتخابية اللي بيرأسها الشيخ أحمد حلمي الشريف نائب في البرلمان. وحقيقة أنا مش متابع الإجراءات إيه، هل لأن هي الدنيا بقت لخبطة من يوم قانون الرياضة واللجنة الأولمبية والوزارة، هل الختم بيبقى من اللجنة الأولمبية ولا بيبقى من مديرية الشباب؟ يعني أنا مش عارف بالظبط منين، لكن هي طبعا في، أنا أعتقد إن هو طالما في جواب صادر من مجلس إدارة النادي ومختوم من جهة مسؤولة، أعتقد إن مفيش أي مشكلة. حضرتك بتقولي مهددة بالإلغاء ليه؟ هل المديريات مش عايزة تخدم مثلا؟ أنا ما عنديش تفاصيل. لا، هو اتحاد الكرة تسلم عدد من التفويضات الخاصة بأندية رحلت مجالس إدارتها وتغيرت بسبب الانتخابات، وهو الشيء اللي قيل إنه هيستلزم وجوب إرسال تفويضات جديدة وإلغاء التفويضات القديمة. طب ما ده وضع طبيعي. وضع طبيعي، يعني هل ممكن بكرة إن حد يصوت وهو مش عضو؟ ما هي اللائحة هنا صريحة إنه لازم يبقى يا رئيس مجلس إدارة النادي يا إما عضو مجلس إدارة ومفوض من مجلس الإدارة الحالي، مجلس إدارة الحالي. مجلس إدارة بتاريخ الجلسة ورقمها والكلام ده كله. لو هو طبعا التفويضات جديدة طبعا ده قانونيا لازم يدخل ويدي صوته كل حاجة، ما فيهاش أي حاجة باطلة.
نعم. طيب طيب دكتور كرم، هل تعتقد ان الجمعيه العموميه هيكتمل نصابها غدا؟ والله ما عارف، انا اصلي بقالي بالظبط من الخميس اللي قبل اللي فات ما رحتش في الاتحاد ولا بكلم حد. كان عندنا في اسكندريه في اكتر من انتخابات، الاتحاد الاولمبي والسبورتي، مشغول طبعا مع مجموعه من الاصدقاء، حتى يمكن التليفونات ما كنتش برد عليه. حتى هو النهارده ابتدى بعض الانديه تكلمني تسالني، يعني اللي انا قريب منهم اي من المرشحين يعني انت شايف ان هو انسب وبتاع. فطبعا قلت لهم يعني انتوا اكيد الناس كلها عدت عليكم واختاروا ما تختارون يعني. نعم. فانا فعلا مش عارف، لكن الوضع الطبيعي انها تكمل طبعا، ليه ما تكملش؟ انا شايف ان الوضع الطبيعي انها تكمل. دكتور كرم كردي شكرا جزيلا ليك، واكيد كل التوفيق ليك ولمجلس اداره اتحاد الكره غدا في اتمام الجمعيه العموميه الخاصه باتحاد الكوره. كنت معايا عبر الهاتف، شكرا جزيلا مجددا. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب بقيادة حمادة صدقي قائمة من 25 لاعب والذين سيخوضون معسكر الإعداد لدورة كوسافا الدولية الودية للشباب والتي ستشارك فيها مصر. ومن المقرر أن يبدأ المعسكر يوم الثلاثاء المقبل، بينما تحدد يوم الرابع من ديسمبر المقبل موعدا للسفر إلى زامبيا والتي تستضيف الدورة والمقرر انطلاقها يوم السادس من ديسمبر، حيث سيتم اختيار 20 لاعب للسفر، فيما يتضمن معسكر الإعداد مباراة ودية مع منتخب الإسكندرية تحديدا لها الأول من ديسمبر المقبل. ويذكر أن مجموعة كوسافا تضم دول الجنوب الأفريقي والتي رحبت بمشاركة مصر في دورتها. قال اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر قرر تأجيل حفل تكريم أبطال العالم في الكاراتيه من النادي والذي كان مقررا له مساء اليوم السبت بمقر النادي في مدينة نصر. وأوضح شمس أن إدارة النادي قررت تأجيل إقامة حفل التكريم بسبب حالة الحداد والتي أعلنتها البلاد ومن ثم النادي الأهلي، وتستمر لمدة 3 أيام على ضحايا وشهداء الوطن في حادث مسجد الروضة في سيناء. وأكد المدير التنفيذي للنادي أنه سيتم تحديد موعد جديد لإقامة حفل التكريم بعد انتهاء حالة الحداد في النادي، ووفقا لجدول أعمال الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة نادي الأهلي. محمود طاهر رئيس نادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة على تكريم أبطال السباحة بالنادي بمقر النادي بالجزيرة. وكرم أعضاء مجلس الأهلي أبطال النادي والمشاركين في بطولة النادي التنشيطية لكرة الماء لمواليد النادي من 2005 وحتى 2009. جولة في الملاعب العالمية، حيث توج فريق أوراوا الياباني بطلا لمسابقة دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه
بعدما تغلب على الهلال السعودي بنتيجة 1-0 في المباراة والتي جمعتهما اليوم في ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا. وكانت مباراة الذهاب والتي جمعت بين الفريقين السبت الماضي في ملعب الملك فهد بالرياض انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتفوق أوراوا اليابانية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1. جاء هدف أوراوا عن طريق رافائيل سيلفا في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ولعب الهلال السعودي لمدة 12 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سالم الدوسري لحصوله على إنذارين. وحجز أوراوا اليوباني مقعده في بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها الإمارات الشهر المقبل. أعلن نادي برشلونة الأسباني اليوم السبت تجديد تعاقده مع ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني حتى عام 2021. ووقع ميسي عقده الجديد في حضور جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي البرشلوني الأسباني. وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي أصدره اليوم أن قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني يبلغ 700 مليون يورو. تابعت أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من بوابة الأهرام. تدريبات استشفائية للأساسيين في الأهلي، ونجيب ومارسيلو جاهزان لمواجهة المصري. ومن أخبار اليوم، الأهلي يواصل انتصاراته ويهزم الداخلية بهدفي أزار وسمير. من الوفد، الأهلي يعلن الحداث 3 أيام بعد حادث العريش الإرهابي. ومن المصري اليوم، علي معلول يواصل التأهيل منفردا في الجم. أما من الوطن سبورت، فالأهلي يستعد للمصري دون راحة ومحاولات لتجهيز الثلاثي المصاب. من الشروق، السيد ونجيب يعودان للتدريبات، ومعلول وربيعة وعاشور يواصلون التأهيل. من البوابة نيوز، تدريب في الجيم لرامي ربيعة. ومن فيتو، حسام عاشور يخضع لجلسة استشفائية بميران الأهلي. من مصراوي، الشيخ ينتزع الأضواء وعودة نجيب. وفي الجول، النصر يواصل التحليق نحو مركزه المفضل. ومن يوروسبورت عربية، البدري يشيد بأشرف ويشكو الإصابات وتوالي المباريات. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة الأهلي. دمتم في أمان الله.